أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما معنى قول الناظم عم الردي في البيت الذي فيه ومن اقرأ البيت ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعم الردي؟ نوع من الأشياء اللي يطيرون عليها العم الردي، نوع من الأشياء اللي يطيرون عليها، إما خشبة وإما لوح أو شيء. جابه علشان الروي، علشان روي النظم. نعم.